أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحمل الثلاث 25 مايو أيار 2021. أنت شخص عملي ومحب للعمل بطبيعتك، ولكن التقدم الذي أحرزته قد يزيد من رغبتك في أن تكون أكثر فعالية ونشاطا بقدر الإمكان حتى تحافظ على مستواك. على الرغم من إيجابيتك وحيويتك، إلا أن الأمر الذي يعكر صفوك هو العمل الشاق المطلوب منك. عاطفيا، كلامك الجميل يبعدك والشريك عن المشاكل العاطفية، وتحاول أن تكون أكثر ودا معه. مهنيا، عمل ضروري يأخذ حيزا مهما في حياتك الشخصية ويجعلك تتأخر بواجباتك الاجتماعية أو العائلية. صحيا، تتخذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك بعدما أدركت أن الأمور بدأت تتفاقم.